ومن المسائل أن السحر في اللغة، وهذه نستفيد منها في كشف هؤلاء السحرة، أن السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. الرئة تسمى سحر، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين سحري ونحري. سحري يعني الرئة. لما؟ لأنها خفية. ولذلك قول الكفار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قول فيها من أنه سحر وقد غلب على عقله وخدع، فكيف تقبلون قوله؟ قول آخر: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني صاحب رئة يأكل مثل ما تأكلون ويشرب مثل ما تشربون وليس بملك. ولذلك قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.